وصف نائب رئيس الجمهورية أسامة نجيب في تشكيل الحكومة وفق السياقات التقليدية بغير المقبول، وذكر بيان لمكتبه أن النجيفي أكد عقب اجتماع لتحالف القرار حضره خميس الخنجر والنواب الفائزون من تحالف القرار العراقي أن تحالف القرار يعمل بقوة ويتواصل مع كل الكتل السياسية بطريقة منهجية ولديه مشروع وطني واضح. وأضاف النجيفي أن تشكيل الحكومة وفق السياقات التقليدية لم يعد مقبولا من الشعب، ولا بد من حكومة قوية ذات برنامج واضح وطموح ومن شخصيات مؤهلة بعيدة عن الفساد. وأشار إلى أنه لا بد من الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وتحقيق كل الأمان الوطنية الحقيقية التي هي من صلب واجبات العملية السياسية.